بطبيعته المعتادة الرافضة للاستسلام والتي لم تثنها العقبات، وبقلب ضاحك لم يعبس يوماً، وبابتسامته المعهودة التي لم تفارق محياه حتى في أحلك الظروف، عاد الإعلامي المخضرم محمد السنعوسي مفعماً بالحياة مجدداً عقب ألم ألم به. كلماته نبعت من فؤاد يحمل الحب للكويت وأهلها، مفعمة بالشكر والثناء لكل من سأل عنه ليطمئن محبيه عن حالته الصحية التي أصابها سقم لم يضعفه وزادته مثابرة، فيما يقضي نقاهته سريعا بعدما أجرى جراحة في قلبه النابض بالحياة ليستأنف مسيرته الغراء. شكرا على شعورك الطيب وعلى شعور تلفزيون المجلس اللي فيه كلهم أبنائي، بداية من رئيس المجلس إلى أصغر واحد. ودائما أتذكر بأن الإنسان استثماره وقلاته وأهميته في محبة الناس، فالحمد لله رب العالمين اللي أعطاني هذه المحبة بأن الناس تدعي لي وتصلي من أجلي في أعسر وأسوأ أيام حياتي، وهو هذا المرض المفاجئ الصعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العنب طارق كما يحب أن ينادى به، إعلامي سباق في اقتناص الأفكار، مبدع في صياغتها بألوان تدهش الجميع، فهو عضو دائم بنادي المتميزين بأعمال فاقت الخيال إبداعاً وابتكاراً. السنعوسي إعلامي لم يستسغ الرتابة ولم يطق المياه الراكدة، حيث ألقى دائما بها الأحجار، فهو إنسان سعت إليه المسؤوليات ولم يسعى إليها، بمثابرة صنعت تاريخه المليء بالأحداث والإنجازات في ميدان الإعلام الذي شكل وصاغ مسار حياته وبذل فيه عصارة فكره وعطائه. ناقد بطبعه وباحث عن الأفضل، عاصر وعانق أمجاد الإعلام الكويتي على مدار نصف قرن، ملأ بها شاشات التلفزيون بأعمال نقدية هادفة مغلفة بالإبداع وفنون الإطلالة لتتسع دوائر عطائه المتدفق من المحيط إلى الخليج. أنا الحين بخير طبعا، من حال إلى حال تماما يعني، والحمد لله. وإذا عندك جولة هيئ نفسي لها إن شاء الله، وأنا كلنا بنشاط مستمر إن شاء الله. محمد السنعوسي مدرسة إعلامية تتلمذ في فصولها الكثيرون من رواد الإعلام بالأمس واليوم، وهو في عطاءاته لا يعرف المنة ولا يبحث عن الفضل، فاستحق بجدارة لقب عميد الإعلام الكويتي.